كلنا بنعرف انه الاعلانات هي احدى اهم الوسائل المعتمده لجذب اكبر عدد من العملاء والزبائن، وكل ما كان الاعلان فكرته ذكيه وحلوه كل ما نجح اكثر بتحقيق الهدف، لكن مؤخرا صرنا عم نشوف اساليب جديده بالدعايات على السوشيال ميديا، اقل ما يقال عنا انها اساليب غريبه عجيبه ما بحياتنا شفناها، صريخ جنون تكسير وايضا بهدله للزبائن. حتى نفهم شو عم بصير بستقبل بالاستوديو مصطفى عبد الفتاح، عباس مسلماني، محمد ناصر الدين، وايضا الاختصاصي بمجال التسويق السيد زياد سلفاني. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. يعني تكسير، خبيط، صريخ، بهدله، وضحكت انت. يعني في فيديو لك انتشر، انت شو عم تقول فيه للزبونات؟ انت بتبيع بمحل تياب؟ انت لا، انا مستلم السوشيال ميديا لسنتر بالضم والفرز. هو بقلب هيدا السنتر في كذا سيرفيس ومنهم هو محل تياب. اوكي. لما عملت هيدا الفيديو كان جاست انه بس بدي جاست فور فان، بس بعدين لما لقيت في عالم كثير عم تسال عن المحل قلبت لماركتينج. صارت فينا نشوف الفيديو؟ الفيديو جاهز، معقول نقدر نشوفه هلا مباشرة على الهواء؟ شو بتقول فيه للفيديو محمد؟ بس يجهز نقول الفيديو. بحكي بطريقة مثلا كأني عم بحكي مع رفقاتي أو هيك، إنه ما كأني عم بحكي بطريقة مثلا إنه شوفوا هالمنتج شو حلو اشتروه، إنه منو أتراكتيف. بلشوا كأني عم بحكي مثلا مع رفقاتي، فبنفس الوقت بصير أتراكتيف أكثر. شو بتقول؟ مثلا شايفين مثلا هيدي القطعة؟ لحظة خلينا نشوفه. اوكي. لكل الدبب اللي مثلي ما تنقبروا تلبسوا ضيق وانتم مبين كرشكم وبتعملوا حالكم منهم مبين كرشكم، تتفاجئوا اذا حدا قال لكم ينصحانين. انقبروا اشتروا اوفر سايز، بس تنقبروا تشتروه ببين جسمكم هيك، ما ببين لا كرش ولا شيء. تحبوا تعذبوا حالكم هيك على الفاضي وتعذبوا اللي عامل فيديوهات وفهمكم لانكم ما بتفهموا. اللي بده هالكنزين قبر يبعث لي على الدي ام مشان انقبر ابعث لكم اللوكيشن لانكم نور، اذا قلت لكم على المحل وقلت لكم كل شيء ما بتنقبروا بتشتروا. نقبره؟ حدا بيقول لحدا نقبره؟ بده يعزمه ليشتري شيء؟ بده يرغبه بالشراء؟ في عالم انه حبت هيدي الطريقه لانه منها طريقه مثلا مستعمله مثلا تعالوا اشتروا بليز او هيك، لا انه عم بحكي بطريقه كاني عم بحكي مع حدا من رفقاتي، فحبوا الطريقه العفويه. هي عفويه بتعتبرها او قله ادب محمد؟ لا عفويه. هني حبوا هذا الشيء، طيب. لو ما حبوا ما كان انت. بدي اروح انا عند مسؤول التسويق الاختصاصي من مجال التسويق استاذ زياد سلفاني. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. هيدي طريقه من الطرق عم تعتمد اليوم بزمن السوشيال ميديا وبزمن الابتكارات لجذب صحيح. المستهلكين. صحيح. حلوه هالطريقه؟ مشروعه؟ هي مش قصه حلوه. اليوم انا بدي اخبر شوي عن تاريخ الاعلانات يلي بلشنا فيه. كان الإعلان بالزمانات على التلفزيون دقيقة أو نص دقيقة وإخراج كبير، وفجأة صار فيه سوشيال ميديا وعجقت. سو اليوم أنا بقول كل شيء حلو صار انفيزبل، خفي، ما بيبين. سو الواحد لازم يعمل قصص تبين، وهولي بيسموهم طعم. يعني أنت اليوم عم بيقطع فيديو، فيك تشوفي شيء بتحبيه، فيك تشوفي شيء بيستفزك، فيك تشوفي شيء بيزعجك، بتوقفي. هلا النظرة فيها هي انه ممكن بلحظتها تعطي نتيجة، بس هل يا ترى على المدى الطويل هيدي بتأدي لشيء صالح؟ هل يعني اللي اعتمده محمد هو اسلوب جذب صدمة، بس هيدي الصدمة فيها تكون سلبية وفيها تكون ايجابية؟ ما هي هن ما بيعرفوا بالايجابية بالسلبية تبعها. هو اذا حكيه 10 اشخاص ما بيعرف انه في 500 شخص ما حكيوه. يعني هيدي النقطة، ما في شك انه بتلفت النظر وبتعطي نتيجة، بس هل يا ترى على المدى الطويل بتفيد؟ وهل يا ترى مقابل كل واحد ممكن يعجبه هالشيء او ممكن يلاقيه مهضوم؟ كم واحد مقابله عم بيهرب من هالشيء، عم بيتجنبه؟ كم حدا اجى لعندك بعد ما قلت له نقبره؟ في كثير عالم حتى من برا لبنان حكيوني قالوا لي بس ننزل على لبنان تبعت لنا اللوكيشن كرمال نكون زبونات محلك. حكيوك بس اجوا لعندك على المحل؟ يعني عالم. في حدا جاب اخته لعندك ممكن تقول لها نقبري مثلا ضعفي؟ لا هلا هني بس يكونوا بالمحل مني، اكيد ما حاحكي معهم لانه ما انا اللي ببيع هونيك، انا بس على السوشيال ميديا وهذا شيء بيرسونال عندي بالاكونت. بس انه كاوردرز اجا اوردرز اونلاين اوردرز
وكانوا عم بيعطين السكرين شوت للفيديو بدنا هالكنزه. عدت صرت لقيتها انه لقيته انه اسلوب جذب جذاب هيدا الاسلوب. ايه عدت لانه هيدا شيء بيرسونال منو يعني مني عم سوق لحدا لانه هيك بس انه بيرسونال. زادت المبيعات كثير؟ ايه زادت عن قبل.